مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج البيت. يا رب يومكم إن شاء الله يكون حلو وحالكم طيب. النهاردة هنتكلم معاكم عن صفة مهمة جدا حقيقة، إن هي لو سادت بينا هتتغير حياتنا وبيوتنا للأفضل، وهتكون مليانة بالمحبة والألفة، وهي صفة التسامح والتخلي عن أي مشاعر سيئة ناحية أي شخص، أو الرغبة في الانتقام بعد التعرض للأذى في أي موقف إحنا بنتعرض له. لكن هل إحنا بنقدر فعلاً نسامح ولا لأ؟ تعالوا كده نشوف الناس قالت إيه وقالت لمين المسامح كريم. أكيد طبعاً لازم نتسامح مع الناس كلها، والمسامح كريم، إحنا لسه خارجين من شهر كريم، فأكيد طبعاً أي حد زعلان من حد لازم إن هو يقول المسامح كريم. ربنا بيسامح، بقى أنا البني آدم مش هيسامح إزاي؟ طبعاً لازم نسامح على أي شيء، وربنا غفور رحيم. المواقف اللي أسامح فيها لما حد يغلط فيا أنا بس. والله أنا ممكن أسامح في كل حاجة، يعني أنا بالنسبة لي لما بيحصل معايا موقف ما، فالحمد لله رب العالمين، يعني ربنا بيلهمنا الصبر الأول على أن أنا أتقبل الموقف، وبعد كده بحتسبه عند ربنا. سمعت كتير في حقوقي وفي حقي مع ناس ظلمني، والحمد لله ربنا جاب لي حقي. أنا لو وثقت في حد وديته ثقة وخانها ما أقدرش أسامحه، مهما حصل، مهما عدى سنين ما بقدرش إن أنا أسامح بصراحة. أكيد طبعاً في 90% من المواقف، إنما في بعض المواقف معينة ما ينفعش فيها التسامح، ولكن برضه بنرجع نقول المسامح كريم طبعا. لا والله المؤمن اي موقف بيسامح، ربنا بيغفر لاي انسان، لازم نسامح ولازم يبقى القلب ده طاهر. ما ببصلهاش على ان انا مسامح كريم، على ان انا يعني بعملها منه او بعملها يعني حاجه، لا انا بعملها على اساس ان دي لله. استعوذ ربنا، اقول مسامح كريم وربنا هو فوق الكل. زي ما شفنا ان في ناس قدرت ان هي تسامح وتعفو، لكن في ناس تانية قالت لا، في مواقف يعني ما بقدرش ان انا اسامح فيها او انسى. طيب ازاي اقدر ان انا اتغلب على الشعور ده، شعور ان انا اقدر ان انا اسامح وانسى المواقف الصعبة والاذى اللي انا تعرضت له؟ معانا على التليفون الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، واللي هيقول لنا ازاي ان احنا نتعلم ونعرف نسامح. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا مروه، ازاي؟ زي حضرتك، اهلا بيك. الف مبروك على البرنامج، نورت الدنيا كلها والله. شكرا، ميرسي جدا لحضرتك، الف شكر. يعني دكتور محمد، صفه التسامح صفه الحقيقه جميله جدا، بس يعني المهم ازاي ان احنا نقدر نسامح ونتعلم ان احنا نكون متسامحين، ومهما تعرضنا لمواقف فيها اذى، يعني زي ما الناس كده قالت ان احنا نصبر ونحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى، وهو بقى ايه يعني ياخد حقنا. وطبعا التسامح طبعا من صفات الجميله جدا اللي لازم الانسان يتحلى بيها في الدنيا. صفه التسامح طبعا هي كانت من احد صفات النبي صلى الله عليه وسلم، العفو عند المقدره. وربنا دايما يتكلم طبعا عن الناس اللي بتسامح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. التسامح ده احنا بنوصل له لما نكون وصلنا لمرحله النضوج، ان احنا بنشوف ان احنا لو استسلمنا لبعض العصبيه او النرفزه، وان احنا لو وقفنا الناس على الوحده، ده بيزيد من حدة المشاكل والخلافات في الحياة، وان احنا ممكن نخسر ناس، ممكن علاقاتنا تبوظ، ممكن بنحاول ان احنا نتلكك لبعض وان احنا نقف لبعض على الوحدة. التسامح ده بيوصل للانسان لما بيكون عنده رضا، صح، يكون راضي ومبسوط، وفي كلام كتير من المهاترات والحوارات اللي بتكون موجودة حواليه بيحاول ان هو ما بيسمعش ليها. ده اللي بيخلينا ما نفكرش ان احنا ننتقم. ده اللي بيخلينا ان احنا ممكن نتنازل عن بعض الامور البسيطه عشان الدنيا تمشي والدنيا صح. تعدي، صح. ده اللي بيخلينا ان احنا ما نخشش في معاطرات وصراعات مع الناس. طيب يا دكتور، في ناس كتير جدا صعب ان هي تقدر تسامح، يعني بيبقى الموقف تقيل جدا عليها وما بتقدرش، كل ما بتفتكر لا الموضوع بيعمل لها اذى نفسي جامد جدا. تعمل ايه الناس دي علشان تقدر تتغلب على الشعور ده وتعدي الموقف ده خلاص وتنسى؟ بص انا هقول لك حاجه، هو طبعا درجه التسامح على حسب درجه الاذى اللي الانسان اتعرض لها من الشخص فعلا اللي قدامه. ودرجه الغلاوه كمان على فكره. ايه يعني درجة الغلاوة؟ ان في ناس لما بتكون اتأذت من حد قريب قوي بتزعل. درجة الأذى يعني مثلا ممكن حد بيأذيك فهو أذاك جامد جدا جدا جدا، فانت مش قادر
تسامح او ممكن تتظاهر قدامه ان انت سامحت، بس من جواك انت مش ناسي، مش قادر. صح. ومع اي مشكله بتحصل او اي حاجه بتحصل ما بينكم انت بتطلع كل اللي جواك. فمن هنا الشخص ده بيتفاجئ ان انت لسه ما سامحتش او ان انت لسه ما عدتش. وزي ما انت بتقولي حسب درجه الغلاوه، يعني ممكن الناس اللي بنحبهم قوي بنزعل قوي منهم، ممكن يعملوها احنا بنبقى حساسين ناحيتهم. بس الناس اللي بنحبهم قوي احنا يعني بيكون جوانا باب التسامح مفتوح ليهم، لان احنا دايما بنتذكر الحاجات الحلوه او رصيدهم الحلو اللي موجود في قلوبهم. صح، الرصيد بالظبط. ليهم رصيد عندنا، فبالتالي لما بيعمل حاجه غلطه او اي حاجه فانا دايما بفتكر له الحلو. أيوة، او ممكن ما بكونش مصدق ان هو يعمل معايا كده او ان احنا ان هو يعمل كده. في بقى مشكله خطيره في الناس عموما، يعني اللي احنا بنتعامل معاهم، يعني في ناس لما بيلاقونا متسامحين ومتساهلين بيزودوها مرة واثنين وثلاثة، بيتخيلوا ان احنا ضعفاء. ايوه، ما ده السؤال اللي كنت هسأله لحضرتك فعلا، لان في ناس كتير جدا بتفتكر ان التسامح ده ضعف، يعني ما فيهوش فيه موقف قوة كده. فالناس دي يعني صح ولا غلط؟ فعلا التسامح ده ضعف؟ لا مش ضعف طبعا، هو التسامح قوة على فكرة. الشخص اللي قدر يسامح ده اعرف ان شخص قدر يعمل كنترول على نفسه وعنده قوة ثبات نفسي وانفعالي كبيرة جدا. صح. وشخص قدر ان هو يتنازل عن الصغائر اللي موجودة في الدنيا وشايف الحياة دي والتعامل مع الناس بنظرتها الحقيقية. بالظبط. لكن بالزبط. الناس اللي قدامنا لما بيلاقونا متسامحين ومتنازلين يفتكروا ان احنا ضعفاء، فبيبدأ يحاول يضغط عليك اكثر، يبدأ يحاول يستغلك، يبدأ يحاول يجي عليك. فانا عايز اقول لهم ما تضغطوش على الناس المتسامحة، لان الناس المتسامحة دي هي في الاصل الناس الطيبة. صح. فشر الحليم اذا غضب. بالظبط. يعني خلي بالك، يعني الشخص المتسامح ده ما تقعدش تدوس عليه وتفتكر ان هو ضعيف او تستغل ضعفه او تبتزه، عشان لما هينفجر في وشك خلاص ضغط بيولد الانفجار، فانت بالزبط. ايه مش هيشوفك ولا هيعرفك وهتزعل جدا على اليوم اللي انت ضغطت عليه وخليته ينفجر في وشك. هيخسره للابد كمان للاسف، هيخسره للابد بلا رجعه، لانه خلاص بقى انت هو استحمل مره اثنين ثلاثه اربعه عشر الف، وصل لمرحله خلاص ان هو لازم يوقف الموضوع ده، لانك من كتر ضغطك عليه انت بقيت بتاذيه نفسيا. بالظبط. واصعب حاجه في الدنيا ان انت تاذي حد نفسيا. احنا يعني عرفنا كمان، شفنا مواقف كتير جدا ان القلب لما يعني بيحصل له حزن بينكسر جامد جدا وممكن يؤدي الى الوفاه، فبلاش نوجع الناس. يعني دكتور محمد هاني استشاري الصحه النفسيه، انا بشكر حضرتك جدا وسعيده ان انت كنت معايا على الهواء، شكرا لحضرتك. يعني عايزه اقول لكم ان احنا يا ريت ان احنا نسامح ونصفح ونعفو ونصبر كمان علشان نؤجر على ده، وربنا يجازينا دايما خير على اللي بنعمله. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فمن عفا واصلح فاجره على الله. ربنا يجعلنا كده ويجعلكم ان شاء الله من اهل السماحه والمسامحه. هنستاذنكم نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا بفقره عن الذوق بقى، فنون اداب التعامل في المواقف المحرجه اللي بنتعرض لها، وكمان الناس اللي بنتعامل معاهم في حياتنا. وده هيكون مع ضيفتنا الكريمه الدكتوره منار بر، استشاري اتيكيت وسلوكيات الادب والاخلاق والذوق. استنونا. برحب بحضراتكم مره تانية، ومنورانا الدكتوره منار بر، استشاري اتيكيت وسلوكيات زمان، الحاجات اللي هي الحلوه، الذوق والادب ده. اهلا وسهلا يا دكتوره. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. زمان كانوا دايما يقولوا ايه؟ لسانك حصانك، ان صنت صانك وان هنت هانك. طبعا. فبس يعني ده معناه ان الكلمه ليها اهميه، الكلمه اللي بتطلع من بقنا لازم تكون في محلها، يعني نفكر فيها كده قبل ما نقولها، نبقى عارفين احنا بنقول ايه وفين، علشان لا نجرح اللي قدامنا ولا نجرح اي حد. وكمان ممكن بكلمتنا دي يحصل نوع من الطبطبه، جبر الخواطر كده. فاهميه الكلمه دي يعني شيء في منتهى الخطوره، لازم ناخد بالنا. زي الرصاصه، يعني يقول لك الكلمه طلعت خلاص انتهت الموضوع كده، انتهى خلاص. بالظبط. ازاي بقى يكون عندي ذوق في الرد والتعامل، وخصوصا ان احنا كتير بنتعرض لاسئله تكون محرجه او تضايقك مش عايز تردي عليها حتى،
نعمل ايه بقى في المواقف دي؟ المشكله في انه الكلمه احنا بنقولها وخلاص. الكلمه لازم تبقى بمعيار، مش ذهب، معيار الماس. بتاع الالماس لما بيجي حضرتك تروحي تشتري منه ما بيديكيش كده شويه، لا ده هو بيحطها، بيحط الميزان وبيعمل الكرات ويقيس ويشوف الجرام قد ايه والكرات قد ايه، يعني اقل كمان من الجرامات بكتير. واشوف النقاء بتاع الالماس كمان، صح، يعني مش بس مش بس بالوزن، لا ده كمان بالنقاء، يعني حتى لما اجي اقول كلمه اشوف نقاء الكلمه ايه لانها بتوصل، صح. فاحنا كمان لما نيجي نجاوب على حد وانا عارفه ان الكلام بتاعه تقيل، مش هعمل زيه. في ناس تقول لا انزل لمستوايا رد عليه وارجع تاني، لا انا ما انزلش اعمله بالمثل، لا 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 لا، افضل في مستوايا واختار كلامي كويس قوي، لان انا عارفه ان هو زي ما جرحني انا مش هعمل كده، مش هعمل زيه، لان الموضوع بيبقى في الاخر مشحنات متضاده، كانها بقى طلقات رصاص او ماتش بينج بونج، والناس عماله رايح راجع رايح راجع، وما بتبقاش في الاخر الدنيا ما بتهداش. لكن لو انا لو اخذت الموضوع بلطافه وانتقيت الكلام وابتسمت مرة وعديتها، مرة تانية ممكن لو هو حد قريب مني قوي أقول له إن الكلمة ضايقتني، ألوم أو عاتب الشخص اللي يهمني أو اللي حياة يعني وجوده في حياتي مهم، مش هيتراجع تماما. جميل. لو حد بقى في حدود نطاق العمل، دي اللي بنبتدي نحط لها معايير، أو أبتدي أحط شوية باريرز كده، بحيث إن أنا يعني أخلي الكلام يبقى في حدود، فانتقي انا كمان ردي عشان ما بقاش عملت زيه. بالظبط كده. درجه القرب بتفرق جدا جدا، علشان ما نخسرش برضو يعني حد. برضو الزماله في الشغل جدا بنتعرض برضو لحاجات محرجه، بتبقى الحاجات المعامله رسمي كده. بالظبط. طيب دكتوره، في كتير بنتعرض لاسئله بقى شخصيه، يعني بتبقى محرجة جدا، لو هنفرح بيكي امتى بقى، يعني مش هتخويه، طب هتخلفي امتى، طب انت ايه ده مرتبك كام؟ نفسي اعرف ايه نفسي بجد حقيقي، هو اللي نفسي اساله يعني هتستفيدوا ايه بالظبط. هو طبعا انا في الحاجات دي لو هو الشخص من العيلة وخلاص بيبقى معروف، يبقى في ناس طبعهم معين معروف، بضحك واقول ليه السؤال، او انا اوريدي فرحانه، يعني مش مستنيه عشان افرح، فانا اوريدي فرحانه، بحاول اتجاوز عن السؤال واعديه. لكن لو هو في حدود العمل، بقول من فضلكم احنا في الشغل زمايل وحبايب، وما بحبش اتكلم في الحاجات الشخصيه، وما احرجش ان انا اقول الجمله دي ابدا عشان احط حدود دفاعيه بس مهذبه. بالظبط. طيب كتير بنتعرض لموقف، يعني كنت بحكي لحضرتك قبل الهوا، ان بيبقى مثلا في موقف بعدي، يعني في طريقه لشخص معين بيتكلم فيها، هو فاكر ان ده نوع من انواع المحبه او العشم او كده، بس ده ضايقني، فمره واثنين وثلاثه وتعاملت بمنتهى الذوق والادب، بس خلاص بقى وصلت لمرحله ان انا لا كفايه، انا تعبت مش قادره يعني اواصل الذوق ده، اتعامل معاه ازاي او اقول له ايه بحيث ان انا انبهه وبرده يكون فيها ذوق؟ اولا نملك نفسنا عند الغضب، دي اهم حاجه. ان انا ما اخليهوش يوصلني ان انا ابقى فوق جمره نار، فبقى مره تانية بيعمل معايا الموقف ابتدي اتحفز وابتدي ارد بعصبيه واخسر، ويبقى انا منظري انا اللي مش لطيف، انت مالك عصبيه ليه، انا بسالك سؤال عادي خالص. فطبعا لو هو يهمني هقول له ان اسلوبك مضايقني، او بالراحه عليا شويه، يمكن انا كنت مشغوله، يمكن ما خدتش بالي، التمس لي العذر. التمس لأخيك يعني 70 عذرا، مش عذر واحد، يعني عذر عذر واحد، دي واحد من 70. لو هو ما يهمنيش او حد في مناسبه عامه وحب يحرجني قدام الناس، ببص له، لان الناس اللي بتبقى عايزه تحرج دي بتبقى بتحرجك ومستنيه تتفرج على رد فعلك، هي مش عايزه تسمع اجابه، هي عايزه تشوف رد فعل، تشوف رد الفعل. رد فعلي لو في عصبيه او توتر ده يسعدهم جدا. لو رد فعلي كده عاقل ورزين ولاقوني بتصرف بالراحه كده، ببص لحضرتك في عينيكي، او ممكن ابص لك هنا كمان واقول لك في حاجه مضايقاكي او مالك، هي هتتلخبط او هو هيتلخبط خالص، مش متوقع رد فعلي ان انا الهادي اللطيف الابتسامه اللي بتدل على الثقه بالنفس، وانت لا هزتني ولا قصرت فيا ولا ضايقتني ولا انا غلطت ولا خرجت عن شعوري ولا عملت حاجه من الحاجات اللي مش لطيفه دي. فعلا. طيب تعالي نرجع لقصه البنات بالذات، بتتعرض فعلا للكلام اللي انا قلته لحضرتك، اللي هو هنفرح بيكي امتى، انت مش ناويه بقى ولا ايه، يلا يا بنتي القطر فاتك، عارفه الحاجات اللي هي دي، او بتبقى بقى ايه من الخالات العمات القرايب والجيران، وكمان ممكن تحرجك في وسط مثلا ناس كتيره قاعده. انا عايزاكي تقولي نصيحه للبنت لما تيجي تتعرض للاسئله دي،
تبقى ردها ايه ايا كان بقى الشخص اللي بيقول لها؟ ما تحرجش، ما تحرجش ابدا، ودايما ترد وهي مبتسمه. لا الموضوع وترني ولا الموضوع ضايقني ولا احرجني، ده الموضوع ده رزق، لسه رزقي ما جاليش، لسه رزقي ما جاليش. لكن ارد بقى واقول ان ده رزق وان شاء الله لما يجي لي اكيد كلكم هتعرفوا. صح. بس لكن ارد وانا مبتسمه وعيني في عينهم، لا تكسف بقى ولا وطي راسي في الارض ولا عينيا تدمع ولا حاجه من الحاجات دي خالص. لان انت كده بتقولي لهم تعالوا كسفوني تاني مره واتنين وتلات، لكن لو لقوني واثقه من نفسي ما هو مش هيقرب من نفس نقطه الضعف دي تاني. هم تقريبا هيحبوا لما يشوفوني ان انا اتضايقت او اتحركت. فعلا. عارفه اللي هو ايه، طب هقول لك تاني لما اشوفك. برضه لكن لما اشوفك مبتسمه كده وبتردي عليا بتقولي لا يا منى او اخده بهزار موضوع يعني فيحسوا ايه ده، ايه ده احنا ما ضايقناهاش ازاي؟ طب خلاص بقى يبقى ايه، طب خلاص ندور على حاجه تانية بقى. دور على حاجه تانية نضايقها بيها. بالظبط. فيلاقوني دايما مبتسمه واثقه في نفسي وبرد بايضاح كده اهوت وعينيا في عينيهم ومفيش اي مشكله ولا توتر. انا لو واثقه ان الموضوع ده مش عامل لي مشكله ولا توتر مش هتضايق. بس يا دكتوره برضو يعني هقول لك على حاجه، احيانا النفس او في ناس مش بتتمتع بال ممكن تكون باللياقه او سرعه البديهه طبعا. ان هي تعرف تتصرف في المواقف اللي زي دي، هل في تدريب ندرب نفسنا مثلا على ان انا يعني اعمل ايه لو سمعت سؤال محرج؟ هل مثلا ما ردش على طول، ادي لنفسي فرصه كده افكر، يعني احاول في تدريب المهم ان انا اعمله عشان ما اتعرضش لده. انا هقول لك على الحاجه اللي انا بعملها على طول. حلو. محافظه على ابتسامتي دايما. الابتسامه دايما. الله. دي من اكبر دلالات الثقه بالنفس. ان انا ادخل مكان وانا مبتسمه ده بيخلي الناس تعيد حساباتها وهي بتتكلم معاكي اصلا. يعني غير لما اكون داخله متجهمه او باصه في الارض او ببص فوق، غير لما اكون باصه كده ومبتسمه. صح. حتى لو ما اعرفش الناس دي داخله مكان، داخله ميتنج، داخله اجتماع وما اعرفش اي حد منهم، كفايه ان انا ادخل على حد مبتسمه وابتدي اسلم واتعرف. فما بالك لو جمع بقى من العيله فانا اوريدي عارفاهم ولاقوني داخله بقى مش بتدارى او مكسوفه او واقفه جنب الحيطه او محرجه او مش عايزه اشوف حد عشان ما يسالنيش، الحاجات دي بتبان، بتحسيها. الثقة بالنفس بتبقى حاجة بالنفس. من الحاجات اللي بتبان على لغة الجسد عموما بتبقى ليها يعني خطير الموضوع ده، اللي قدامك حتى مش بيفهمك انت هتعملي ايه في رد فعلك. بالظبط. لكن الابتسامة بقى يعني حاجة من الحاجات الدفاعية الجميلة الرقيقة. الله، جميل، حلو جدا والله الابتسامة دي. بالظبط. وحاجة بسيطة جدا. في ناس تلاقيها داخلة الشغل الصبح مكشرة ومبوزة محدش يقرب مني، بس انا لو دخلت مبتسمة انت بتربكيهم صدقيني. جربي. جربي. طيب التجمعات العائليه بقى دايما تلاقي فيها يعني ايه فلان ايه ده، لا ده ما سلمش عليا زي ما سلم على ابن خالتي مثلا، ده ما قدمليش حاجه زي ما قدمها. لازم تلاقي فيه في التجمعات العائليه مشاكل بتحصل كده. حاجات كتيره جدا. ازاي نعرف نتفادى التجمع ده بان انا اطلع باقل الخسائر وما يحصلش مشاكل مع اي حد؟ هو احنا عندنا حالتين في التجمعات، يا اما انا ببقى ضيفه يا اما انا اللي بكون عازمه الناس. طبعا لما بكون عازمه الناس دي بتبقى شغل اكتر، لان انا ببقى مطلوب مني ان انا اعامل الكل بنفس الطريقه بنفس الذوق وبنفس الادب. بالظبط. ببقى مركزه طبعا. لكن لو انا رايحه ضيفه عند حد من اول ما بدخل الناس بقى كلها بتبقى بص عليك، فلو بسلم يا اما هسلم على الكل واحد واحد باليد يا اما هسلم جميعا مثلا السلام عليكم ازيكم كلكم، لكن ما سلمش على ناس وناس لا. يعني انتقي التصرفات دي، ما هو انا اللي ابتديت. انا كده اللي عملت شوشره بسيطه في دخولي. سلمت على ناس وناس لا وناس فانا لا. ممكن اقول لو لقيت العدد كبير قوي سلام عليكم ازيكم كلكم وبرده وانا مبتسمه فخلاص كده ده سلام عام لكل الناس فخلاص. لكن ما ادخلش بقى ابوس قوي واحد من قوي حد والتاني ازيك ايه ده انا ما شفتكش. لا حقيقي بتبين طبعا. بالظبط. فبلاش الحركات الصغيره دي علشان انا ما ارجعش اقول اصل هم اتكلموا عليا، اصل هم قالوا لي كذا، اصل هم لا. انا لازم اختار تصرفاتي وابقى عارفه ان تصرفاتي هي سلوكي يعني مش هجيبه من بره. بالظبط. فما تعمدش ان انا احرج حد في الاخر هيرجع لي. الحاجات دي بتلف وهترجع. بالظبط كده. طب تعالي نقول الاداب المفروض لازمه مننا. يعني احنا عملنا عزومه، سواء العازم تقولي المفروض انت حضرتك لما تكون عازم هتتصرف ازاي مع كل الناس اللي بتجيلك وتتعامل معاهم ازاي في البيت، وبرده الاداب اللي المفروض على المعزوم ان هو برده يتعامل بيها بمجرد ما يدخل الباب عند الناس اللي معزوم عنده.
طيب لو احنا مضيف انا اللي عازمه الناس عندي، حلو. اكتر حاجه ببقى شايفاها ان هي اكتر من ترابيزه السفره واكتر من الاتيكات بتاع الاكل والاصناف اللي انا هطبخها وهعملها بالزبط. ان انا اكون مستعده وان انا اكون مبتسمه ومستنياهم بحب. مساله ان انت تقابلي حد وانت قصه لاقيني ولا تغديني بتاعت زمان دي، أيوة. هي فعلا ما ينفعش يدخل عندي لاقيني بقى شكلي مرهق، اصل انا تعبت جدا في توضيب العزومه، اصل انا كان شكلي، اصل انا تعبت بقى لي يومين بجهز فيها. انت بتحرجيهم من قبل ما يقعدوا اصلا على الصف اصلا. فمساله ان انا اقابل حد كده وانا جاهزه وان انا ريدي بمعنى الكلمه معنويا قبل ما اكون مجهزه البيت ومحضره اصناف كتير قوي، بس بقابلك اهلا ازيك اتفضلي شكلك تعبان جدا جدا بقالي يومين، ايه يا جماعه انت احرجتيني قبل ما اقعد على السفره اصلا. طب عزمتينا ليه؟ طيب عزمكم عشان مننا عليك بالظبط. فبلاش الحركات دي خالص. طبعا. وخلاص الضيوف جم بقول لهم يتفضلوا. طبعا لو في حد اتاخر اكتر من ربع ساعه والباقيين جم في ميعادهم فانا ملتزمه ان اللي جه دوت خلاص هو ده ابتدي، واللي اتاخر يتفضل بعد كده على السفره عادي جدا. يعني ما اقعدش اقول لهم لا اصله هو اتاخر قدامه نص ساعه عشان يجي، لا انا بحترم اللي جالي في ميعاده. يعني خلاص متفقين على ميعاد معين للغدا، اتفقنا الساعه 4 اللي جه كله خلاص اتفضلوا لان ده الميعاد اللي اتفقنا عليه. جينا 4 استنينا ال 4 وربع وفي ناس لسه قدامها كتير او اتاخروا او ما بيردوش على التليفون، لا احنا في خلال ربع ساعه بنتفضل على السفره وابتدي اقدم الغدا بتاعي خالص، واللي جاي بعد كده يبقى يعني يكمل معانا عادي خالص، يتفضل معانا. اصل في ناس تقول لك لا طب نستنى شويه لحد ما الباقي يعني يجي عشان نقعد مره واحده. اللي جه في ميعاده ملوش ذنب، ملوش ذنب. يعني خلاص جه 3 4 وفاضل 2، يبقى الاثنين بعد كده لما يجوا يتفضلوا على السفره معانا، يتفضل. طيب هنكمل بقى مع حضرتك بقيه الاسئله المحرجه لان هي كتيره جدا وهنستعرضها كلها. طبعا بس هستاذنك نطلع فاصل، استاذن حضراتكم في فاصل ونرجع مره ثانيه. اهلا بيكم مره تانية، برحب بيكم، برحب بالدكتوره منار. اهلا بيك يا دكتوره مره تانية. ونكمل بقى الاسئله، احنا عمالين نعد كميه اسئله بنتعرض لها مش طبيعيه. احنا اتكلمنا عن الاسئله المحرجه لما بنتعرض ليها بس يعني فيس تو فيس، وشي في وشك خلاص، فماشي الابتسامه هتبين. طب لما يبقى مثلا في حوار، في رسالة، في طبعا احنا عندنا الجروبس بتاعت الواتساب بقى كتير جدا، طبعا، وخصوصا بقى الماميز والأمهات والحاجات الجميلة دي، فتلاقي في أسئلة كتير محرجة. أتصرف إزاي في الوقت ده لو أنا بكتب ورد فعلي والرياكشن بتاعي مش باين؟ أول حاجة إن أنا لو السؤال أنا مش متأكدة هو يزعلني أو لأ، أخد فرصة للتفكير وأهدى شوية. لأن أنت يعني برضو مش شايفة هو بيسألك إزاي، هو مش سامعة، ومش عارفه هو يمكن هو بيهزر، فادي لنفسي احساس انه يمكن بيهزر او يمكن مش قصده. لو اديت لنفسي فرصه قبل ما ارد في ساعتها هاخد وقت للتفكير فههدى، فرد فعلي هيبقى اهدى شويه. بالظبط. لكن مساله ان انا ارد في ساعتها ويمكن هو بيقول كلمه فقصده يحرجني لا. فلازم الاول اتأنى كده وافكر هقول ايه وهرد ازاي واختار الكلمه كويس قوي، عشان لو هو غلط انا ما غلطش. بالظبط. لو هو قصده ان هو يضايقني انا مش هعمل زيه، خصوصا لو جروب وفي ناس بقى وتلاقي ناس تدخل كده في النص تصفي الدنيا قوي. العكس طبعا، في ناس بتبقى جميله ما بتصدق بالمراوح بالظبط كده يلطفوا الدنيا قوي وبتاع، فانا ما اديش حد الفرصه زي دي، فابتدي انا افكر الاول واحسبها، ممكن اقرا وما ردش دلوقتي، استنى شويه كده مهدى واشوف قصده ايه، لان اللي متعصب ده هتلاقيه لاقيكي ما ردش هيروح رد التاني، او انت ما ردتيش عليا ليه، فتعرفي ان هو ساعتها متنرفز بيستفزك. بالظبط. فانت ما ردتيش عليا، انت قريتي وما ردتيش، هعرف ساعتها ان هو خلاص هو داخل على خناقه، فابتدي انا اهدى جدا. في ايه؟ طب ما تهدى شويه نبقى نتكلم بعدين. لا ردي عليا دلوقتي، طب لما نهدى شويه هنعرف نتكلم افضل. فلازم اكون انا يعني مساله ان انا املك نفسي دي دي هي يعني تملك كلمة الأعصاب ده بالظبط، وإن أنا أفكر. يعني إحنا عندنا كلمة قبل ما تخرج على لساننا بتعدي على مخنا الأول، صح. يعني ما بتخرجش كده دايركت، فلازم يعني خلاص بقى يعني بالراحة نهدى شوية ندي فرصة. بالظبط. أصل في ناس يقول لك أصل أنا اللي في قلبي على لساني، على لساني، مفيش حاجة اسمها هو لو في مخي على لساني. فأدي لنفسي فرصة، أنا إنسان وربنا خلقني ليه تفكير، فهفكر وأقول لك الكلمة بعد كده، صح. فما اعملش زيه يعني. هو لما حد قدامي بيخطئ، واحد خبطني بالعربيه هنزل اخبطه؟
لا طبعا لازم اشوف، انزل على الاقل اشوف في ايه كده واهدى واتمالك نفسي وبعد كده نتصرف. يعني بخصوص الرسائل، في كمان عندنا بقت اشكال موجوده، يعني ممكن نستخدم اي فيس كده، مثلا هو بدل ما انا ارد كمان ابعت ستيكر لطيف، حاجه بتضحك، في ايميلك، في النهارده يا جماعه هي الدنيا كانت حر ولا ايه، هو انت متنشن من الشغل او انت متنشنه من الشغل، في حاجه مضايقاكي، اخد الموضوع في سكه الهزار شويه او التلطيف لحد ما اشوف حتى نيه اللي قدامي هو عايز ايه وهو هيقول ايه تاني. يعني لما تلاقيه دخل كده وما تلاقيكيش رديتي عليه الرد اللي هو منتظره، ان احنا داخلين خناقه فيلا احنا بنسخن، فيلاقيكي ما بتسخنيش وقاعده كول كده وبتاع، وتردي بالراحه ورديتي بستيكر لطيف والدنيا هاديه، قفلت عليه ايه ده. يعني حته ان انا دايما بفكر وانا بتصرف دي بتفرق قوي. احنا قلنا الكلام بميزان ايه، الماز، ميزان من الماز. والله صح، مش ذهب. صح، في اسئله بقى بخصوص الامهات برضو، يعني تلاقي واحنا قاعدين كده مع بعض في النادي في قاعده، فتلاقي في امهات تقعد تتكلم على الاولاد، اولادك عاملين ايه، المدارس اخبارها ايه، وتلاقي مثلا في حد قاعد ما عندوش اولاد، فاكيد 100% بيتعرض يعني لضيق نفسي او اذى نفسي شويه. وفي ناس بتبقى عادي، بس برضو انا كواحده قاعده وعارفه ان في شخصيه معانا او صديقتنا ما عندهاش اولاد، المفروض ايه الذوق او ايه الاداب اللي انا لما اجي اتكلم اراعيها فيه علشان برضو هي ما تزعلش؟ اخد مجرى الحديث في حته تانية خالص، بعيدا عن الجزئيه، بعيدا عن الجزئيه دي، ممكن اقول ده استنوا، ده انا هيحصل لي النهارده حته دي الموقف في الشغل، اي حاجه، اي حاجه حصلت لي امبارح او الامبارح، ده انا عملت حته دي وصفه تحفه، ده انا جبت مش عارفه ايه، انتوا شفتوا نزل ايه جديد، ده انا مش عارفه زدت في الوزن شويه عايزه ابتدي اخد بالي، انا خسيت شويه فعايز اخد الحديث بشياكه كده وضحك وابتسامه من غير ما ابص لها بقى واقول يا جماعه طب ما انا كده كاني بشاور عليها. فابتدي افكر نفسها بالحركات بالظبط، او الطريقه، اخد الحديث في مجرى تاني بعيد بطريقه ما تلفتش نظر حد اصلا. انا نسيت احكي لكم، ده انا حصل لي النهارده حته دي الموقف، ده انا وانا طالعه مش عارفه ايه حصل لي، شفتوا جارتي النهارده عملت فيا حته دي، اي حاجه لطيفه، وربنا بيبقى عارف انك عامله كده مخصوص وان ده من باب جبر الخواطر، فاكيد بنؤجر عليها يعني اكيد طبعا. فمساله ان انا مش عايزه اجرحها فاروح واخد ده كده مجرى الحديث لحته تانية واقول بعد كده ليهم خلوا بالكم واحنا قاعدين ما نتكلمش في النقطه دي علشان خاطر ما نحرجش حد، لكن ما ابصلهاش بقول يا جماعه في ايه، هو طب انا معلش الحركات الامهات دي ما اقولكيش، عيب عيب. طيب هستاذن حضرتك، خلينا نروح نشوف الناس قالوا ايه لما سالناهم، لو حد سالك سؤال محرج او شخصي بتعملوا ايه، فنشوف ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يعني حد لو سأل، لو حد سأل سؤال ما يخصوش برد برضو يضايقه عادي. هو حسب الموقف، ما كل موقف حسب النسبة بتاعته، نسبة إحراجه. طب لكده حصل معي موقف عرفتش أتصرف أصلا فيه. لو هو يهمني هقوله صراحة، إنما لو عادي كده ممكن يعني اتلاشى السؤال، الاجابه ذات نفسها يعني ممكن ما اجاوبش، يعني ممكن ساعتها اتمنى ان الارض تشق وتبلعني. لما حد مثلا بيجي يحرجني ولا حاجه انا غالبا بكون يعني مندفع شويه، ما بتكلمش اصلا، بمشي على طول. حسب الشخصيه اللي قدامي، مين اللي بيسالني، حد قريب حد مش قريب، حد حسب ما بتتوقف على اللي قدامك. يعني ممكن ابسط رد اقول له انت مالك عادي، لو انا شايف ان السؤال ده ينفع ترد عليه برد عليه، يعني مثلا لو اجابته عندي برد، مش عندي فاكيد طبعا هتحرج ان انا ارد. لو حد سالني سؤال شخصي بجاوبه، غير كده لا مش هينفع ارد عليه لانه هو شخصي، بسيبه بمشي على طول. بس في نفس الوقت على حسب برضك الشخص اللي قدامي، ممكن يكون الشخص اللي قدامي شخص مش طبيعي فانا ممكن اكبر دماغي، يعني بقول له مالكش دعوه. مالكش دعوه يعني على طول ما يصحش طبعا. سمعتي راي الناس بقى، يعني تعليق عليهم، التعليق عليهم ان احنا ناخد بالنا، هل الشخص ده اكبر مني سنا؟ في احترام كبار السن، ادي اول حاجه، حتى لو كبير السن دوت يعني يمكن ما خدش باله، كبر بقى ويعني ابتدى يركز شويه، او شايف ان هو بينصحك او بيقولها لك بطريقه انه بيسال عليك انه بيطمن، ما خدش باله انه احرجك اصلا. فابتدي اخد بالي ده اكبر مني في السن ولا قدي ولا اصغر مني. حلو، يبقى السن اول حاجه هيفرق في طريقه ردي عليه طبعا. يهمني زي ما قلنا في الاول او ما يهمنيش. هل هو حد من العيله ولا حد غريب؟ صح. والحد الغريب دوت هل بتربطني بيه صلة عمل؟
ايوه، ولا هو غريب قابلته في مكان وحب يتظارف والعشم كاله شويه وابتدى يدخل بقى في اللي ملوش فيه ويسال اسئله ما تخصوش؟ صح. لا وفي فرق كمان، اصل انا مش شايفاكي لابسه خاتم، اصل انا ايه ده، لا 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 منفصله ليه، حصل ايه، ايه ده، عندكم اولاد ايه يا جماعه، في ايه، ده احنا قاعدين في وسط الناس عادي جدا، مشكله. فطبعا هي ما تعرفنيش، فاقول لها ممكن استاذنها اقول لها انا داخله التويلت، هي ما تهمنيش خالص، انا قابلتها دلوقتي وابتدت تدخل في حاجات ما حدش بيسالها لو هو بيفكر قبل ما يتكلم. ابتدي اقول لها هستاذنك اروح التويلت بقى، اروح اعمل حاجه، اروح اعمل مكالمه، استاذن. صح. لكن هي لو تهمني في محيط العمل وحبت مثلا مديرتي في الشغل، ايوه مديرتي، لا ايوه لا خلينا في المدير شوف بس انت عامل معاه ازاي، وايوه والزملاء برضو باقي الزملاء طبعا احنا قلنا ما هو السن بقى ممكن تكون سوبريوريتي في العمل، يعني ممكن يكون هو اصغر مني لكن بس هو مديري. فطبعا بقى بلطف معاه وبتاع، بقول له في انتوا هتسالوا عليا النهارده ولا ايه، في ايه مالكم؟ وبرده لازم ابقى عارفه ان محيط العمل دوت يعتبر بالظبط زي محيط الاهل. لان احنا بنتعامل مع بعض يوميا، اوقات كتيره من الساعات بنكون مع بعض بالظبط، اوقات كتير، وبعدين هضايقه ما انا هرد عليه بطريقه مش لطيفه، هيبقى فيه يندخلنا في مرحله كده السخافه، هنضايق بعض. صح. وده في العمل بيعمل جو مش لطيف وتنشن وحركه نفسي، مش هتعرفي تشتغلي كمان. ليه بقى؟ ليه ما ادخلش؟ فاحاول اتجاوز علشان نفسي الاول، وعشان ما احطش نفسي في مرحله انه ده هيتاني هيسالني كده، ولا اقول على طول شايفني مبتسمه انتوا هتسالوا عليا النهارده، طب يلا اتفضلوا بقى. لو هو واحده زميلتي في العمل، ادي بقى في السن او في نفس البوزيشن بتاعي، تمام. فابتدي اقولها بقى ايه، بلاش الطريقه دي في الكلام قدام الناس كده، يعني ما بحبهاش، انبهها بطريقه لطيفه بالظبط بيني وبينها، بيني وبينها. لو هي غلطت وقالت قدام الناس يبقى انا اسكى منها بقى، ووريها ان انا ما قلتلهاش كده قدام الناس. صح. فهي تاخد بالها. لو اصرت ان هي تعمل كده ممكن ابص لها واقول لها في حاجه غريبه النهارده، مالك؟ وبرده ما ردش على سؤال ابدا مش عايزه ارد عليه. مش معنى ان انا مؤدبه وان انا بحافظ على سلوكياتي وان انا برد في ليفل معين، انا مش عايزه اغلط، ان انا ارد على سؤال انا مش عايزه ارد عليه، انا مش عايزه ارد عليه، لا، من حقي على فكره. من سمع يعني من تكلم فيما لا يعنيه، كنا زمان زمان بنقول سمع ما لا يرضي، لا سمع ما يرضيني انا بالادب. ايوه، عشان احنا مش هننزل في سمع ما لا يرضي، انا مش هغلط بقى بالظبط، ما انا دخلت كده في نفس، نزلت الليفل بتاعه وابتدينا ندخل في مشاحنات، مشاحنات اكبر مني سنا، عمتي، عمي، حد اكبر مني في العيله، حمايه، حماتي، ايوه ده احنا لسه هنجيلهم علشان ده موضوع يعني. فلازم ابقى عندي ذكاء اجتماعي مع ذكاء اجتماعي، حلوه الكلمه دي، والادب والكياسه، وان انا افكر قبل ما اتكلم واكون بفكر وبتكلم مع مين، حسابات كده 1 2 3، هتلاقي الكلمه خدت مجرى تاني وهي نازله، بدل ما هي نازله زحلقه كده اكيد. طب يا دكتوره في سؤالين مهمين جدا انا هسالهم لك، دي الاسئله اللي دايما ايه بتتسال وبتحرك بقى بشكل مش طبيعي، فكل سؤال على حده كده نعرف اجابته ايه عشان اي حد يساله يبقى الرد جاهز بعد كده على طول، نازلين بالحاجات الجاهزه. اوكي. ايه ده، انا حاسه ان انت ايه ده، انت تخنتي ايه ده بجد، انا تخنت؟ لازم بقى اضحك بقى جدا. بجد انا تخنت؟ ايه ده، انا هدومي زي ما هي جدا على فكره، هدوم كشت يا جماعه، هي كشت، انا ما كشت، انا ما تخنتش، انا تمام جدا. ايوه، بس انت حسيتي انها تخنت، انت عشان منوره شويه زياده، فهتلاقي الكلمه اللي هي بتديها لك عشان تزنقك بيها، ايوه، انت فلفصتي منها خلاص، اخد الموضوع هزار تماما جدا. واللي هو ايه ده، وابتدي بقى هي عايزه تشوف لقطه انه بصيتي على نفسك كده وابتديت تهدري في هدومك وتشدي مش عارفه ايه. لا لا لا، انا تمام جدا. ايه ده بجد، لا حقيقي، ده انا منوره زياده، تخيلك بس عشان منوره. الموضوع ده محتاج ثقه يا دكتوره قوي. يعني الفكره بقى مش فكره ان انا اهزر، في ناس يا عيني بترتبك قوي وما بتقدرش ان هي تسيطر على نفسها، وغير الارتباك كمان في ناس حساسه، حساسه بتاخد الكلمه والكلمه بتوجعها وبترجع البيت تعيط وتزعل. عشان كده بنقول احنا بنفكر في الكلمه وهي نازله يا جماعه، انت ما تعرفش ممكن تاذيه او تجرحه ازاي، انت فعلا استفدت ايه؟ انت خدت سيئه على فكره، يعني انت ما استفدتش حاجه غير ان انت جرحته، اكيد هتلاقي حد في يوم هيزنقك وهيديك كلمه زيها زيها، يعني زيها هي الكلمه هتلف وهترجع لك بطريقه ما مش من نفس الشخص. جميل، صح. طيب احنا دلوقتي بنقول للناس الكبيره تعمل كذا خلاص، اللي ليه اسلوبه هيتصرف بيه، احنا بس خلص بنحاول ان احنا نغير طريقه ردك. الاطفال بقى اللي هو بنعلمهم التعليم في الصغر كان نقش على الحجر طبعاً. يعني لو علمناهم الاتيكيت والذوق في الرد والتعامل هيطلعوا خلاص ناس يعني اوتوماتيك كده على طول بيعرفوا يردوا ويتكلموا في المواقف طبعاً. نعمل ايه مع الاطفال علشان نعلمهم؟
في حاجه كده احنا بنعملها، ان انا دايما اقول للام تقول لي ابني بيعمل كذا، وتلاقي امهات كتير تقول ايه ده ابني بيشتم ازاي، احنا ما بنقولش كده في البيت. اقول لها طب هقول لك على حاجه حلوه قوي، ادي لابنك التليفون وخليه يقعد قدامك، هتفرجي على نفسك مش هتفرجي على ابنك، لان ابنك هو مرايتك. كل صح. اللي بتتصرفي بيه وكل اللي بتقوليه لو هو سمع كلمه هنقول سمعها من النادي او سمعها من المدرسه من التلفزيون اي حاجه مثلا تحصل. مش هتتبرمج لدرجه انه يكررها التكرار الفظيع دي. هينساها بعد يومين ثلاثه، لكن لو حد مثلا في البيت بيستعمل لفظ مش لطيف او كلمه مش حلوه واقول ده ابني بيقولها في المدرسه كتير جدا، لا هو اكيد سمعها في البيت. ده اساسي، ما تقولوليش كده يعني. احنا بنزرع ورد هنلاقي ورد، بنزرع عشوك هنلاقي صبار بالظبط، مش هنلاقي حاجه تانية. احنا معانا مي من القاهره. مساء الخير يا مي. السلام عليكم. الو يا مي، اتفضلي. عايزك تسمعيني؟ بس يا ريت تعلي صوتك شويه. حاضر، ثانيه واحده. اتفضلي، بتسمعينا من التليفون طبعا كده؟ تمام. كده تمام، اتفضلي. اولا انا ببدي اجابي بالبرنامج جدا حقيقه يعني. شكرا. وبتمنى لكم التوفيق دايما، بس انا عندي سؤال بسيط جدا. اتفضلي يا مي، اتفضلي. طبعا بوجه كلامي لدكتور معاذ. دلوقتي يا دكتور احنا ما عندناش مشكله في المعنى وفي التسامح وكل الكلام ده، لكن في ناس بتستغل ده، يعني في ناس بتفتقر للذوق العام وللفهم للمعاني دي يعني، فاحنا نتعامل مع الناس دي ازاي في الوضع اللي احنا فيه يعني؟ شكرا جدا يا مايو، هنرد على سؤالك. اتفضلي يا دكتور. هو للاسف الموضوع بقى كتير قوي. ليه؟ لان الناس دلوقتي بقت بتهتم بالمظاهر اكتر من الجوهر. يعني هنرجع تاني انه حتى اولادنا الناس بقت بتهتم ان هي تلبس براند ويبقى البراند باين وكبير، لكن ما بتهتمش ان هي تربي. دايما بقول لهم يعني جمله انا شايفه ان هي منطبقه جدا على مجتمعاتنا دلوقتي بالزبط. ان الهدوم بتصغر لكن الاخلاق بتكبر مع اولادنا. الله صح. فانا هجيب لبنتي ولا ابني لبس تمام غالي وكل حاجه وكلفته ورحت اشتغلت وجبته، لكن ما تعبتش نفسي شويه في التربيه، رعيت لكن ما ربيتش. اكلت وشربت ولبست ووديت مدرسه ووديت تمرين وعملت كل الحاجات اللي هي تخليني تمام جدا من بره، بس لكن ما اهتمتش داخليا هو هيطلع ازاي. فبقول لهم يا جماعه وانتوا يعني بتوقفوا نفسكم ووقت تعملوا كل الحاجات دي، ادوا نص الوقت ده للتربيه، شوف ابني بيتكلم ازاي وانا انتقي الكلام وانا بقوله قصاده. وتكون بتكلم، ما ينفعش مثلا اتكلم على باباهم مثلا في التليفون قدامهم وهم قاعدين. تبتدي العلاقات تتوتر في البيت او ياخدوا مني اسلوب الكلام. او بشتم في واحده قريبتي او واحده صاحبتي، هم هيبقوا كوبي بيست منك. اللي بتعمليه بياخدوه ويلزقوه كوبي بيست. ما اقولش جابوه منين. والناس اللي هي كانت يعني ما بتتكلم عنهم اللي هم يعني يفتقروا خالص للذوق والادب والاخلاقيات، نتعامل ازاي بقى دول معاهم ولا ما نتعاملش اصلا؟ لو ينفع ان انا ما اتعاملش معاهم، ما هماش من قرايبي، احاول ان انا اقتصر. لان في ناس زي دي بتبقى محتاجه تعملي تجاهل. ببقى شايفاك لكن مش شايفاك. انت موجود بس انا مش هديك الرياكشن. هتكلمني وهتسالني سؤال، مش هرد على حاجه انا مش عايزه ارد عليها ابدا. صح. مهما تزنقني اعتزل ما يؤذيك وخلاص برضو يعني. بالظبط. لكن لو حد من القرايب بقى اللي مش هينفع، ببتدي اقلل شويه التعاملات، لكن انا بقى ما بتنزلش خالص عن المعاملات اللي بالذوق. يعني انا ما غلطش غلطتهم وارجع اقول اصل هم عملوا كذا فانا عملت كذا. لا يعني بشكر حضرتك جدا والله على الكلام الجميل ده، ويا رب كده الناس تاخد بالها من يعني كلامها، سواء اللي هو بيقول او سواء اللي بيتلقى الكلام المحرج ده، يعني الاثنين لازم ياخدوا بالهم. على فكره فعلا ده مهم جدا. فدكتوره منار بر، بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله يكون لنا لقاءات كده اخرى، لان الاسئله الحقيقه ما بتخلص ومش هتخلص. فبتمنى لكم يا رب ان شاء الله اجازه سعيده. النهارده الخميس، بقى جمعه وسبت اجازه ان شاء الله، ونشوفكم باذن الله الاسبوع الجاي مع زميلتي العزيزه سالي سالم ان شاء الله الحد والاثنين، وانا هكون معاكم باذن الله من يوم الثلاث. دمتم في رعايه الله.